متابعي قناة شفتي كما تلاحظ معنا مباراة ديال مجد طنجة ووداد طنجة. حاليا مجد طنجة 43 نقطة، الوداد الرياضي 60 نقطة، يعني 11 نقطة ديال الفرق. الوداد الرياضي متفوقين على مجد طنجة ب 12 نقطة، وعلى ما كيبان أنه الفوز غادي يكون للوداد الرياضي. الهدف كان غادي يكون في مرمى
المباراة ما زالت مستمرة والنقاط ما زالت كما كانوا. مجد طنجة 46 الوداد الرياضي 20 نقطة. مرمى مجد طنجة 50-62 الوداد الرياضي يتفوق على مجد طنجة ب 12 نقطة. مجد طنجة في الأول كانت غدا مزيان غدا واحد الطريقة ديال اللعب اللي هي واعرة بزاف اخر بداو كيتراجعوا في الطريقه ديال اللعب ديالهم ما عرفناش علاش من بعد ما كانوا متفوقين على الوداد الرياضي بتقريبا 10 نقاط رجع الوداد الرياضي هو اللي متفوق على مجد طنجة. هدف في مرمى الوداد الرياضي دابا 52-62 10 ديال النقاط ديال الفرق بين الفريقين.
مرمى الوداد الرياضي دابا 54 نقطة لمجد طنجة، 62 نقطة للوداد الرياضي. هدف مرمى مجد طنجة دابا 64 4 و50 نقطة، 10 نقاط ديال الفرق بين الفريقين بين الوداد الرياضي ومجد طنجة. هدف مرمى الوداد الرياضي دابا 56 نقطة 64 نقطة، يعني 8 ديال النقاط ديال الفرق. ما بقى والو السنة المقابلة.
نقطة من طنجة، 64 نقطة من المدرب الرياضي، 6 نقاط ديال الفرق بين الفريقين. شوفوا الجمهور كيف كيشجع فريق من طنجة.